مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقه معنا هنا في الاستوديو الشاعره السوريه الاستاذه نازك مندو. اهلا بك استاذه نازك. أهلاً. حللتي، اهلا وسهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا فيك. يا حي الله، اهلا وسهلا بك يا رب. كيف حال الشعر مع الشعراء؟ كيف حال الشعر معك بشكل عام؟ نظرتك الشخصية للشعر والقصيدة. الشعر في حالة رائعة، وعموما ازدهار الشعر في هذا العصر قد تفوق كثيرا عن العصور السابق. نعم، جميل. لم يشهد يعني أي عصر من العصور ازدهاراً مثلما نشهده في شهده هذا العصر. نعم، جميل. نعم، هل أنت متصالحة مع القصيدة التي تكتبينها؟ نعم، رأيك جداً. بكل بساطة جداً، شو اللي بيخليك متصالحة مع النصوص اللي بتكتبيها؟ النوعية، الشكل، الواقع اللي بتعيشيه، أم هناك أسرار أخرى مختلفة؟ كل هذه الأمور، كل هذه عوامل تساعدني كي أتصالح معها. نعم، القصيدة أولاً وأخيراً هي ذاتي، ربما أقول هي فرحتي ومأساتي وأليازتي. عظيم. القصيدة وجود بالنسبة لي. القصيدة وجود بالنسبة لنازك مندو. نعم. سنرى إن كانت وجوداً فعلاً أم غير ذلك، وأنا واثق من وصفك. إلى أولى القصائد، لك أن تقرأي علينا ما تحبين، والأفضل أن تستفتحي بهذه التي بين يديك. لك المنبر. طيب. والكلمة أكيد دائما. تفضلي أستاذ. سلمت، شكرا. القصيدة بعنوان ما تبقى من دمي. ليتك ترفعين صوتك قليلا. ما تبقى من دمي. قلبي على كتفي الطريق تسمرا، أيعود أم وجه الدروب تغيرا؟ الريح تعصف، هل يجيء بقبسة؟ الريح تعصف، هل يجيء بقبسة؟ أم بان عن شط الهوى وتكسرا؟ يا بسمة الأيام صلي دونه وتبتلي، حن الكثير ليجبرا. قدمت عيني، قدمت عيني رهن لقياه، فهل بضع دقائق تمنحين لأبصرا؟ جملت حلي بعد ترحالي له، وله نذرت العمر أن يتعطرا، وله فضاءات القريض تماوجت، وله فضاءات القريض تماوجت، مسكا تماها في السطور وعنبرا. وسبقت بوحي، وسبقت بوحي لا يكفكفني المدى، وصد الحنين لئن تبدد أو سرى. أوقدت من ألق الحروف نيازكا، وهمست لليل البهيم فأقمرا. أوقدت من ألق الحروف نيازكا، وهمست لليل البهيم فأقمرا. كلت مواويل الدفوف ومهجتي، ملت حنيني والهناء تأخرا. من أطفأ النور المبشر يا غدي؟ من أطفأ النور المبشر يا غدي؟ من أطفأ النور المبشر يا غدي؟ والنار في جوف المنى من سعرا؟ يا أيها المزروع في جنبي قل، إن كنت أو ما زلت نفحا أخضرا. أو خذ بقية ما تبقى من دمي، ما عاد صبري يستطيع تصبرا. إني معذبة السنين وخافقي،
ما زال يرقب موطنا مستبشرا. من حولي الأقدار ترسم عبرة، أمرا بكف الغيب كان مدبرا. ما قلت لو يا وحشة النفس اهدئي وتطيبي، شاء الإله وقدر فوق احتمالات الظنون مسائل، حاشاه ربي أن يحمل أكثر. حاشاه ربي أن يحمل أكثر. هذا الوجع المسكون بهذا النص ما سببه باعتقادك؟ ربما أعطني إياها. المشهد. عن أي مشهد؟ المشهد القاتم الذي نراه أمامنا، الوضع المبهم، أو ربما أيضا أقول المشهد الضبابي. لكن الأمل يبقى. نعم، هذا كله يعني يجعلنا نشعر بالكثير من الألم. نعم. إذا أردنا الآن أن نتحدث مرة ثانية عن الشعر بعيدا عن زماننا، قريبا من الأزمنة السابقة، أكثر من تجدين شعره محلقا من الشعراء الذين مروا على خريطة العربية مثل من؟ قديما وحديثا. قد يحضرك الآن قديما. قديما، الاسم الذي ورد على ذاكرتك الآن؟ نعم، أنا أقرأ كثيرا، وسابقا ولاحقا أحب أن أرجع إلى القديم، ربما نعم. إلى العصر الأموي والعصر العباسي وتجول. لماذا يتميز العصر الأموي أو العصر الأموي على حد قراءتك، بحسب قراءتك، أكثر ما يميز القصائد؟ طبعا العصر الأموي هو عصر مزدهر، عصر نهضة شعرية. نعم، مزدهر على جميع الصعيد. نعم. يعني ورد على ذهني مثلا من الشعراء الذين أحب أن أقرأ لهم المجنون ليلى، عمر بن أبي ربيعة، ممكن من العصر الجاهلي، العصر العباسي أيضا. نعم، ربما المتنبي. لا تقولي نعم أنك نعم لا شك المتنبي. نعم لا شك، مالئ الدنيا. يقولون إن الناس. المتنبي له حظوة على غيره من الشعراء، هل أنت مع هذا القول؟ كيف؟ له حظه الذي تفوق به على كثيرين من أقرانه وأبناء عصره. لا أرى هذا. لا لست مع هذا القول. ما الذي ترينه إذن؟ عندما يلمع اسم شاعر ويثبت وجوده، لا شك يمتلك تلك المقومات التي تجعله في المقدمة، أو تجعله من فطاحل الشعراء في عصره. أحسنتي. إلى قصيدة جديدة، ما اسمها؟ دعينا بهذه التي بين يديك، لا مشكلة، ابدأي بها. الأولى؟ لا بأس، ممكن غزلي، نختار شيئا غزليا. دعينا بهذه ومن ثم ننتقل إلى نوع آخر، تفضل. نعم. نم طويلا. نم طويلا واصحب الليل معك. نم طويلا واصحب الليل معك. شاقه ثوب الندى أن يخلعك، واشرب الأحلام سكرا حيثما خلت تصحو سوف تلقى مصرعك. ميتة صغرى وكبرى إن تكن، يا لبشراه ضيائي شيعك. نم طويلا شاقني حضن السنا، وهنائي ضمني كي يمنعك. كنت وسواس الضنا في جيبها، لم يكن من حيلة أن تنزعك. صمت القلب طويلا إنما شده زغب القطا كي يسمعك. ومضى ثلثاه عمري تائها، كيف ذا يا عمرو
مني ضيعك. جميل. أنفم الإصباح أهدى بسمة ضحكة حقدا عليها ولعك. خاب ظني إذ أنا أبقى كما كنت ترجو، لم أشأ أن أقنعك. نم طويلا عين مولاي معي. الله، أعيدي. نم طويلا عين مولاي معي. هل يقيني في إلهي أوجعك؟ إن تكن ربي وحاشا غيره كنت كفرت الذي قد شرعك. كنت كفرت الذي قد شرعك. من الجميل أن يكون الإنسان متصلا بالله معتمدا عليه في كل شؤونه. نعم نعم. أنت مقتنعة بهذه نعم. العلاقة يجب أن لا تنقطع. نعم، يجب أن لا تنقطع ثقتنا بالله خصوصا في هذه الظروف. بها نستطيع أن نسلك الدرب القويم أو أن نهتدي إلى الدرب الصحيح. نعرف كيف نجد أنفسنا. أحسنتي. نلتقط أنفاسنا، نستعيد الله، نستعيد قوتنا من جديد. وإلا فنحن تائهون. ليس فقط هذا، إنما سنبقى في عداد الأموات حتى وإن كنا نمشي على قدمي دون ما تشيع أو جنازة. أحسنتي. دون ما تشيع أو جنازة، وحاشا لمن اتصل قلبه بالله أن يموت، حتى وإن فارق الحياة يبقى ذكره حيا وخالدا. نعم نعم. لابد من استراحة قصيرة الآن، ما رأيك؟ ماشي. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشعرة السورية الأستاذة نازك مندو. أهلا وسهلا بك أستاذة مرة أخرى. أهلاً. قلت لنا إن العراق له حصة في شعرك. نعم، لا شك. حدثينا عن حب العراق ومن ثم إلى القصيدة، تفضلي. نعم، العراق طبعا يعني الحبيب كما نحب أن نسميه. نعم. وله طبعا حصة كبيرة من الوجد والإخلاص وربما الهوى. إلى القصيدة المعجونة بحب العراق إذن، تفضل. كبير يا عراق، سلامي إليه بالولاء مسور، بضوع شآم الياسمين معطر، وألف سلام للعراق وأهله، يطيب بعطر الرافدين ويزهر. هناك على وجه الفرات حكاية تنادم أمواجا بدجلة تسهر. أدلل في بغداد حسن ملامح أميرة قلبي لا تشيخ وتكبر. أمر على الكرخ التي عاش ذكرها طويلا مدى الأيام حبا أسطر. مدللة المنصور تحفة صانع تفوق جلالا ما مدى الدهر عمر. مساؤك في أربيل كحل نواظر، وصبحك بالأهوار حسن ومنظر. أمر على كركوك ألثم خدها، فإني بما في القيصرية أخبر. ك
كما حلب الشهباء يوم مصابها معالم شتى في رحابك دمروا فطب يا عراق العز لا تخشى غادرا بنوك أسود عن حياضك تزأر ومثلك يبقى للملاحم وجها وخالا على خد الزمان يعمر نزيها طهورا لن تدنس إن بغوا وساقوا فلول اللاهثين ليعبروا عدلت وعدل البابلي شريعة تشتت كيد الظالمين وتدحر تشتت كيد الظالمين وتدحر كبير عراق المجد يرعد صوته فذي نجف والناصرية تثأر عراق كوجه النخل يشمخ عزة وكنز حضارات به متجذر عراق لصوت المستغيثين ينتخي بأبطاله الأحرار كسرك يجبر جواد بأبطاله عراق لصوت المستغيثين ينتخي بأبطاله الأحرار كسرك يجبر جواد سخي حاتمي عطاؤه بلا منة يهدي إليك ويكثر أنا نبض قلبي. هذا البيت يفسر أو إجابة هو إجابة على ما سألتني منذ قليل. تفضل. ماذا يعني لك العراق؟ نعم. هنا أقول أنا نبض قلبي بابلي مبغدد وإن مت شوقا للعراق فكبروا فهذا فؤادي ليس يجد تملقا ولكن يزيد الشوق فيه ويظهر شآم لها في المقلتين منازل شآم لها في المقلتين منازل شآم لها في المقلتين منازل وعشتار تحكي عن هوايا وتخبر عظيم جميل هذا النص أستاذة. تحدثت عن العراق شعرا، حدثينا عن سوريا التي تحبين بكل عفوية، ماذا تقولين عن سوريا الوجع، سوريا الألم، سوريا التي تتخيلين عن سوريا وكيف تحبينها أن تكون؟ تفضلي. نعم، سوريا الوجع، سوريا الألم. نعم. لماذا هذا الألم؟ الوطن كما نشتهيه. أين هو الوطن؟ الوطن كما نشتهيه، كما نطمح جميعنا أن يبقى شامخا بكل ما تعني هذه الكلمة، كلمة من معنى. طبعا شموخ الوطن يكون بأهله، بعزتهم، بكل ما يتوفر لهذا الشعب من مقومات الحياة. طبعا يعني هي معادلة تبتيلية تكاد تكون مستحيلة في هذا الواقع وهذه الظروف. نعم. الصعبة التي تعيشها سوريا. نعم، في هذه الظروف الصعبة لم يعد هناك مجال كي نقول لنا وطن. هي سوريا التي نحب، لكن وجع الوطن الممزق يفتك بروح الشاعر وربما يقوده إلى التنفيس عن غضبه وألمه بالقصيدة. نعم، لا شك. الحديث الآن عن الوجع والنزف، ماذا تقولي بصراحة؟ الوجع، النزف، الحزن، ربما لو أردنا أن نتحدث عن الحزن. نعم. عموما الحزن مادة الشعر. الحزن هو الذي يطهرنا ربما ويدفعنا لأن
نقول ما بدواخلنا. طبعا هو الحزن المفروض علينا من تلقاء الواقع كي لا يفهمنا نعم. أحد أننا يعني نحاول شراء الحزن أو نعم. نحاول مثلا الحزن المفروض علينا أن نعيش على حساب أحزان غيرنا فنكتب نعم. عنها. ولكن أحسنت. الحزن لو أيضا قلنا شيئا عن جبران خليل جبران عبر نعم. عن هذه النقطة عندما قال نحن، وهذا القول يعجبني جدا، عندما قال نحن أبناء الكآبة يا الله وأنتم أبناء المسرات، نحن نبكي وننتحب، أجل نبكي لأننا نسمع أنة اليتيم، ولأننا نسمع صراخ المظلوم، أجل نبكي وأنتم الضاحكون، نحن نراكم لأنكم واقفون في النور المظلم، أما نحن فنقف في العتمة المنيرة. ويقول بعد ذلك يجب مؤثر راحت الفكرة التي أريد أن أقف عندها تماماً. المهم المقارنة هذه عندما قال نحن نبكي لأننا نسمع أنة اليتيم وأنتم لا تسمعون إلا رنة الأقداح. يا الله. نعم، كلام عميق وفلسفي إلى حد كبير، حقيقة قاسية. نعم، مجمل هذا القول نستطيع أن نسقطه على الحزن، على الواقع، على الوطن، على نعم، هذا القول يلخص لنا منظومة ربما كبيرة من العالم حول ما قصدت بسؤالك. تفضلي إلى القصيدة الجديدة، ولربما تذهبين بنا إلى القدس الآن، أليس كذلك؟ نعم، تفضلي إلى القدس التي تحبي. نعم، لا شك. تفضل. يا قدس، يا قدس، صلى نحوك الإصباح وتقدست بعبيرك الأرواح. يا قدس، لمي من تراتيلي سنا وتجملي إن الهيام مباح. يا قدس، رفقا ما المحب إذا هوى إلا كطفل هده الإفصاح. لو تسألين اليوم عن عشقي كما لو تسألين السكر ما الأقداح. هل تسألين البحر عن أصدافه؟ أم تسألين البحر ما الملاح؟ لا تسألي، قومي إلي وعانقي حرفين مني فالهوى ذباح. يا قدس، إنا للمعالي نرتقي، قومي وثوري علنا نرتاح. قومي وثوري علنا نرتاح، جميل. يا قدس، إنا للفخار نشيده وصليل عز في المدى صداح. قومي وصلي فالشهيد مكرم وبكل عز شيعي من راح. قولي لهم مسك الدماء شعارنا ولنا بكل شهادة أفراح. قومي وغني للشهيد وأطلقي زغرودة كي يزهر التفاح. جبناؤهم وأمام صبرك زعزعوا سكنت بهم ملء الدنا أشباح. جبناؤهم وأمام صبرك زعزعوا سكنت بهم ملء الدنا الأشباح. ملء الدنا أشباح. يا قدس، صلي فالدعاء معطر والذكر منا طيب
فواح الوعد وعد الله، الوعد وعد الله آت فابشري، ولباب نصرك وعده المفتاح. ونعم بالله. أحسنت يا أستاذة نازك، متواصلون ولا شك في ذلك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد مجددا. أهلا بك أستاذة نازك. لماذا تكتبين الشعر؟ تخيلي أن الشعر تجسد بصورة إنسان وقال لك لماذا تكتبينني، ماذا ستقولين بصراحة؟ ما الذي تريدينه منه؟ نعم، كأنك تسألني ماذا تريدين من الشعر، أو ما الذي ينتظره الشعر منك؟ نعم. الشعر روح لا تقترب من النفوس الشريرة. الشعر روح تسكن الإنسان. عظيم. تسكن الإنسان. فعندما تسكن الإنسان يجب أن تحيا هذه الروح. لا بد وأن نصونها وندللها ونرقى بها ونسمو. أحسنتي. نعم. جميل. بلا المعضلة، وربنا يستر. ليش سميتيها المعضلة هذه القصيدة؟ لماذا؟ شو السبب، سبب تسمية هذه القصيدة بهذا العنوان؟ طبعا من العنوان قد تظن أنها قصيدة ربما في مسائل حياتية معقدة أو أمر آخر. نعم. لا، هي قصيدة غزلية. دعي القصيدة تعبر عن نفسها إذن. لا مشكلة. لا بأس. نعم. المعضلة: حدثتني فلبست عقد البسملة، سحر بصوتك إنما ما أجمل، شيء من الوله المهذب ناطق، فلمست قلبي أين هو؟ هل فر له؟ هل ذاك ضرب من أعاصير الهوى ويشدني؟ يا كبر حجم المسألة. يا كبر حجم المسألة. أعيد البيت. هل ذاك ضرب من أعاصير الهوى ويشدني؟ يا كبر حجم المسألة. عظيم. تمتم تقولي أي شيء، إنني أصغي بقلبي، أمطريني أسئلة، قولي إذا أهديت صبحك نغمة، أو أنني عطرت يومك مجملة. تترددين وصوت حزنك معلن، وعيون شوقك بالهيام مكحلة، لغز المحيا قد كتبت سطوره، وطرحت في عينيك كل المعضلة، فبعثت أنصاف الرسائل جملة، لا شيء يفهم والمعاني مقفلة، فدع الرسائل إنها مبتورة، ولتسمعيني همسة متوسلة، كل الدلائل قد تثير حكاية، وتسوق لي معنى الصبابة والولة، يا ثورة العشق المسافر، إنني متوسم بسحائب متعجلة، لا تخجلي
من أن روحك طفلة لا تخجلي، من أن روحك طفلة عندي أنا، لا تستبد مدللة، لا تصمتي أو فاصمتي وتكتمي، سأراك بنتا في الهوى مسترسلة، وأنا وإن كنت الذي قد يشتكي من فرط صمت لن أمل المذهلة. جميل. لن أمل المذهلة ما أشرس الوجع الذي أحكمته فوق الذي لا أستطيع تحمله. أو أشتكي؟ أو أشتكي أم أنحني لجلاله سبحان من صنع الجمال وكمله. سبحان من صنع الجمال وكمله. شكرا لك أستاذة نازك على هذه القصيدة العذبة حقا، وهي معضلة حياتية. شكرا. ربما تتشاكل مع ظروف الكثير من الناس والعلاقات الإنسانية. نعم. البحث عن الصفاء الروحي، عن الوفاء، عن أبواب السعادة، عن الكثير. نعم. مما يجمع الناس على صعيد. إذا أردنا الآن أن نتحدث عن أمنيتك من أجل الوطن الذي تنتمين إليه سوريا، الأمنية الذاتية التي ترسلينها برقية حب ووفاء من أجل هذا الوطن الجريح النازف. مؤلم هذا ماذا السؤال؟ ماذا أقول؟ صدقا أحيانا كثيرة تقف عاجزا عن وصف ما يعتمل في داخلك حيالها. نعم لا شك أريد الخير، كل الخير لبلدي، وأتمنى للشعب السوري كل الخير، وآمل أن يكون الغد كما يحبه الشعب وكل، لعله يتحقق. نعم. وكل أنا يبدو أنك متوترة حينما تتحدثين عن الجرح وسوريا. نعم. التي يتواصل نزيفها. على أي حال؟ نعم. هذا السؤال فعلا يجعلني في حالة تشتت، لأن الألم أكبر من الإجابة. نعم. 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 لا بأس بهذا. نعم. الانفعال أنا أو هذا الوجع الذي أمام ظهر هكذا سؤال في إجابتي أقف عاجزة عن الجواب. لا بأس، نسأل الله أن يعجل بفرج سوريا، الله. كل سوريا وكل أوطاننا العربية. نعم. الجريحة المكلومة على امتداد الخريطة العربية الواحدة. الدعاء. إذا أردنا. نعم. الآن الدعاء. أن ننتقل إلى الله. موضوع مختلف قليلا. أكثر ما يزعجك بصراحة من شعراء الواقع المعاصر، أكثر مسألة تجدينها ليست جيدة، لا تنسجم مع ما يكتبونه من إبداع، شيء مزعج تتمنين زواله من المشهد؟ بالنسبة للشعر النسائي النسائي طبعا بغض النظر عن، يعني أنت ضد تسمية الشعر النسائي؟ نعم. أنت ضد مسمى الشعر النسائي أم لا؟ لا نعم، سوف أتحدث في تفضل. في شعر الأنثى. نعم. الشاعرة. أقف عند أشعارها. تفضل. جميل جدا الدور الذي شغلته أشعار المرأة. نعم. أخذت حيزا كبيرا في الساحة الشعرية. ولكن أجد أن الشعر كونه قفزة، هناك ما يحد هذه القفزة ويجعلها تنسني قليلا. مثلا كي لا أطيل عليك، لا بأس، الغنج الغير مبرر الذي نجده في كثير من الشعر، أتحدث عن الشعر النسائي، غنج غير مبرر يجعل الذي لا يتفق لا مع عاداتنا. نعم. ولا موروثنا ولا ديننا. نعم. هذا شيء مزعج خطأ فادح ترتكبه الشاعرة
على الرغم ربما تكون هي شاعرة قديرة ولها اسمها، ولكن عندما تقع في هذا الخطأ أظن أنها تحكم على نفسها بشيء من الهبوط. أحسنتي. نعم، في مستواها هبوط. قد تفقد الكثير من جمهورها أيضا. نعم، ومن يثق بها. لا شك، هذه النقطة تزعجني. ليت الرسالة تصل إن شاء الله، فيكتبن أو بعضهن الذين تقصديهن. نعم، تقصدينهن، فيكتبن الكلمة النقية، الكلمة التي ترقى بالناس، لا التي تهبط بها الذوق العام. مثلا أريد أن أذكر شيئا. تفضل. في القديم ما الذي كان يعيب الشعر القديم في الغزل؟ في الغزل، الغزل الصريح، الصريح والإطالة والإسهاب فيه. نعم، الغزل الفاحش. نعم، أيضا في هذا العصر المعضلة واحدة، مع اختلاف نعم اللغة قليلا والكلمات، هذا الأمر يخدش. نعم، يخدش صورة الشعر الجميل عندها. حسنت. ولا يعني يجعله يرقى، لا يترك له مجال أن يرقى. نعم، مع الشعر. أحسنتي. مع شعر الآخرين. كيف أنساه؟ تفضلي. كيف أنساه؟ لا تقولوا، لا تقولوا غاب رشدي بل أعي، لا تقولوا ذاك يكفي فرجي. كيف أنساه؟ وحبي خاشع وتراتيلي وفيض الأدمع، كيف أنسى؟ إذ يناديني له ألف لحن هامس في مسمعي، كيف أنسى غربتي لو عشتها، موطني يبقى ويبقى مربعي، ذقت طعم الموت كي أحيا به، ذقت طعم الموت كي أحيا به، بل به يا ليت ألقى مصرعي. قلتم دمع وقهر فارسمي فوق هذا الثغر نورا واصطعي، قلت عيني ما بعيني لو غفت، أو إذا ما جف يوما مدمعي. بعد هذا شر قول قلتم من ملام وكلام موجعي، قلتم مسلوبة جن بها، قلت يا جنيتي لا تطلعي، قلتم لا بد من طب لها، إنها عن حسن حال تدعي، قلت هاتوا، قلت هاتوا من يداوي علتي، من له تشتاق حتى أضلعي، قلتم قد هل غاب حقا وعيها، قلتم هل غاب حقا وعيها، بل جزمتم، بل جزمتم لم يكن عقلي معي، بيد كل اللوم لوموا، إنما لا تلو لا تقولوا نيزك أين الوعي، بيد كل اللوم لوموا، إنما لا تقولوا نيزك أين الوعي، ما تخست الحب دنا مهلكا، ما تخست الحب دنا مهلكا، لي فؤاد ملك صب المعي. انتهى النص. نعم، ما تخست الحب دنا مهلكا، لي فؤاد ملك صب المعي. هذا الفؤاد حتى يظل المعيا هو بحاجة للارتباط كثيرا بالله سبحانه وتعالى. نعم. حدثيني الآن عن ما تحبين أن يظل من الشعر شاهدا عليك وقتا طويلا وربما إلى الأبد. نعم، لا شك، عندما أكتب أكتب في مديح المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما أكتب في تمجيد الذات الإلهية، هذا الشعر
لا شك يكتب له الخلود. خذينا إلى القصيدة الأخيرة الآن. تفضل. نعم أقرأ عليك. وليكن. في رحاب النور. وليكن. خذينا إلى رحاب النور. نعم. في رحاب النور أحج بروحي والجوارح تحرم، ومن فيض أنوار الهدى أتيمم، أسبح باسم الله حين تزاحم ببابك يا مولى العباد وأسلم. أتوك عطاشا والقلوب تسابقت، وخير طهور في حياضك زمزم، وحول صفوف الذاكرين ملائك تطوف بأسحار لهم ليكرموا. وأنت قريب يا رحيم، ومن لهم سواك يجيب السائلين ويكرم. يا الله. تنادي عبادي المخلصين مفازكم جنان نعيم، فاسكنوا وتنعموا. أتوك نداما طامعين بنظرة، وإني على باب الرجاء متوسم، وأشهد أن الكون أنت مليكه، وتعلم أني في صنيعك مغرم. أناديك جهرا والهوى متعاظم، أكملي. أناديك جهرا والهوى متعاظم، وتدري لمن بالحب قلبي مفعم، وأدعوك سرا خيفة وتضرعا، وأنت جواد بالرضا تتكرم. حمدت كريما حين يقدر رزقه، قصدت رحيما والدنا تتبرم، وأعجز عن حمد يليق بماجد، فهذا ثنائي في مديحك أبكم. وفضل تراتيلي إليك سكبتها، بأمرك تسمو أو بأمرك ترجم. وفضل تراتيلي إليك سكبتها، بأمرك تسمو أو بأمرك ترجم. بحكمك أرضى إن رضيت فردني، بكل قضاء كان منك مسلم. فليتك يا ذا الجود تقبل طاعتي، إليك فقير يا غني ومعدم. ما زلت أخشى يا إلهي أنني كتابي في يمناي لا أتسلم. سمت رحمات الأم نحو وليدها، وأنت بنا يا ذا الجلالة أرحم. وأنت بنا يا ذا الجلالة أرحم. لعل الله يجعل هذه الدموع في ميزان حسناتك أستاذة نازك. اللهم يعني كان ختامها روحانيا متعلقا بالله دائما. أرجو لك أن يظل قلبك متصلا بالسماوات العلى. يعني خير ختام للأمانة. تشرفت بك في هذه الحلقة، والأمل أن يتجدد مثل هذا الشعور ومثل هذه اللحظات الطيبة في حلقات أخرى من بيت القصيد. شكرا لك على تشريفك لنا. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، شكرا لك ولطاقم العمل وللقناة الكريمة المعطاءة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته نلتقيكم. كونوا في أمان الله.